السلام عليكم. موضوعنا اليوم هو التعديلات التي أجريت على قانون التقاعد وأثرها على الهيكل الوظيفي في الدوائر العراقية. احنا نعرف بأنه المواليد المتأثرة أو التي سوف تحال على التقاعد هي مواليد 1957 و58 و59 وبعض من مواليد 1960 كلا حسب تاريخ ميلاده. كان سابقا طبعا في الدولة العراقية الكل يتم إحالته على التقاعد بتاريخ 31/12 من كل عام، يعني نهاية السنة. أفرض إحنا عندنا 365 متقاعد، الكل يخرجون أو يحالون على التقاعد في يوم واحد هو 31/12 من العام المحدد. بسبب المشاكل التي طرأت على الهيكل الوظيفي والمشاكل الاقتصادية، شافت الدولة بأنه الأفضل أن هذا الأمر يؤدي إلى إرباك في الدوائر، ولذلك ارتأت الدولة الكل يحال حسب تاريخ ميلاده. يعني مثلا 365 شخص سوف يقسمون على احتمال 10 متقاعدين مثلا باليوم الواحد، بالتالي يكون الإرباك أقل وإمكانية سد العجز خلال سنة كاملة. يعني من أخرج لي أو أحيل لي على التقاعد 10 يوميا تختلف عن ما أنه أحيل الكل 365 شخص في يوم واحد، المعالجة هنا راح تكون تختلف. الآن وفق التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون التقاعد، تم الرجوع إلى الآلية القديمة اللي هي نفسها الدولة اكتشفتها سابقا بأنه هذه الآلية خاطئة، وهو خروج الكل في يوم واحد هو 31/12 من العام. طيب، هذه كانت سابقا مواليد واحدة وتؤدي إلى إرباك وتسبب إرباك، واكتشفت الدولة بأنه هذا الأمر يسبب إرباك في دوائر الدولة، في الهيكل الوظيفي لدوائر الدولة. طيب، كيف هو الحال؟ والآن سوف تخرج 3 إلى 4 مواليد دفعة واحدة. طيب، من الناحية الإدارية هذا يعتبر انتحار إداري لدوائر الدولة، لأن ببساطة أولا احنا نعرف آخر 4 سنوات بسبب الظروف الاقتصادية والظروف السياسية والإدارية المرتبكة للدولة العراقية، هذه 4 سنوات ما كان فيها درجات وظيفية للتعيين. إذن مسبقا يوجد عجز بالموارد البشرية في دوائر الدولة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، العذر المقترح أو المسبب بإحالة هذه الكميات إلى التقاعد هو تعيين الشباب أو زج درجات وظيفية جديدة حتى نعين البطالة من الشباب، وهذا الأمر ما شفناه صار، وإنما بالعكس تم تعيين درجات أو فئات محددة بعقود أو أجر يومي، هذا اللي احنا الآن نشوفه. طيب، من ناحية الإدارية، النولج ستور، الخزين من المعرفة، خزين المعرفة منين أنا أجيبه؟ أجيبه من تراكم الخبرات، تراكم الاكسبيرينس اللي تجي لي من الترينينج، الفورين اسايمنت الى اخره، اللي تؤدي الانديفيدوال او الفرد قادر على اتخاذ قرارات بما يتلائم مع الاحداث المفاجئه المحتمله الاحتمال تحدث في الدوائر المختلفه. بالتالي احنا هذه الطاقات معتازينها، مو مباشره انا افرط ب4 اعمار. بحسبة بسيطة احتمال بعض دوائر الدولة نصف الكادر الوظيفي الموجود بها سوف يحال إلى التقاعد. طيب، هذا يؤدي إلى تلكؤ دوائر الدولة أكثر من ما هي متلكئة. كخلاصة، أنا أعتقد يجب إعادة النظر بالتعديلات التي حدثت على قانون التقاعد لأثرها السلبي اقتصاديا على دوائر الدولة. الآن أنا بينتها بصورة عامة والسلبيات التي سوف تطرح على دوائر الدولة.
خلينا نجي نبينها بصورة خاصة بما يخص الانديفيدوال، الفرد المواطن الذي سوف يتم إحالته على التقاعد، ما هو الأثر الذي سوف يترتب عليه؟ طبعا الكثير من الذين سوف يتم إحالتهم على التقاعد اللي هو كان في باله وفق القانون القديم بعد 3 سنوات أو بعد 2 سنين أو بعد 1 سنة يتم إحالته على التقاعد، مباشرة صارت تعديلات والآن سوف يتم إحالته على التقاعد. طيب هو ما حاسب هذا الحساب، الكثير من عندهم لديهم سلف، لديهم التزامات مختلفة، يا دوب يقدر يغطي هذه الالتزامات من خلال الراتب الضئيل القليل اللي هو موجود عنده، لأن أغلبهم هم بقمة عطائهم ولديهم التزامات تجاه عوائلهم، عندهم أبناء شباب في المدارس وفي الجامعات، لديهم الكثير من الالتزامات. طيب أنا كيف راح أحيله على التقاعد بكل هذه الالتزامات الكبيرة وأعطي راتب تقاعدي وفق التعديلات ليس بالمستوى، بالعكس وإنما أقل من الراتب اللي كان يستلمه؟ هذا راح يؤدي إلى تدهور اقتصادي كبير بالنسبة إلى الأفراد المتقاعدين، وبهذه الطريقة نكون قد ظلمنا هذه الفئة أكثر من ما هي مظلومة خلال الفترة الوظيفية اللي كانت به، وهذا أثره من الناحية الاجتماعية سوف تكون جدا جدا سلبية. وحتى بالنسبة إلى القانون أو تعديلات القانون، كثير من التعديلات اللي جرت تم معالجتها بتعليمات لا تمت للقانون بصلة. التعليمات المفروض من أنا أعالج هذه القوانين، المفروض أعالجها بتعليمات تسهل تطبيق القانون إلى المواطن، وهذه التعليمات هي تسهيل تطبيق القانون بالنسبة لي المواطن، لأن التعليمات هي أقل من القانون. يعني مثلا من الأمور اللي السلبية اللي حدثت في التعليمات لتطبيق القانون بأنه فقرة القانون واضحة، تعديلات القانون بأنه الزيادة تشمل المتقاعد وخلفه، مباشرة قالوا لا هذا فقط الأصل، أما المستفيدين ورثة أو غير ورثة هذه ما تشملهم، بالتالي مجموعة كبيرة سوف لا تشمل بهذه الزيادة لأن التعليمات كانت مجحفة أكثر من القانون. وأنا نبهت، يعني كثير يراسلني يقول لي شو أنا ما أجي الزيادة بس 20,000، ما أنا نبهت قلت لك أنه الزيادة سوف تكون ليست 100,000 كاملة، نبهت بالحلقات السابقة إذا تلاحظون قلت سوف تكون هو عبارة عن مبلغ يكمل لك 500,000 دينار، يعني إذا كان راتب المتقاعد 490,000 دينار فقط 10,000 دينار تجيله. وطلعنا تعليمات الآن بأنه فقط المتقاعد المستفيد الأول أو الثاني والورثة ما تشملهم، يعني كثير من الفئات حتى هذه 10,000 أو 20,000 من 100,000 ما راح تشملهم. هو 100,000 أصلا من راح تشمله؟ فقط اللي راتبه 400,000 دينار واللي هو الأصل مو الخلف. كل هذه الأمور أنا أتمنى من خلال هذا البرنامج وهذه الحلقات اللي إحنا قاعد نعلنها يتم إعادة النظر بتعديلات القانون، لأن تعديلات القانون هزيلة جدا وبالعكس هي مؤذية للمتقاعدين ولا يوجد بها أي إيجابيات من الوجهة الاقتصادية والإدارية إذا ما ذهبنا إلى تحليل هذا القانون بأسلوب علمي أكاديمي صحيح. الحلقة القادمة الأسبوع القادم إن شاء الله راح تكون مخصصة إلى القانون العسكري وتعديلاته، راح نناقشه بكل تفاصيله وبكل زواياه إن شاء الله السبت القادم الساعة 9 مساء، يعني الكثير طلبوا من عندنا مناقشة هذا القانون. اشترك بالقناة وفعل الجرس واضغط لايك حتى تجيلك كل التفاصيل أول بأول. أتمنى تكون هذه الحلقات مفيدة، شكرا جزيلا للمتابعة.